أود من حضرتك كمراقب للوضع اليوم أن تعطيني لربما نظرتك وتقييمك لمسار الأحداث، وهل اليوم فعليا عندما نراقب قوتين عسكريتين بهذا الحجم تتقاتلان في حرب مدن وحرب شوارع يمكن الحديث عن إمكانية حسم عسكري؟ شكرا جزيلا والتحية لك ولضيفك الكرام ولمتابعيكم. يمكن حقيقة ما تفجر كان مفاجئ لكل المواطنين، وكان مفاجئ حتى للقوات العسكرية، لأنه ما تفجر من قتال هو لم يكن يعني مسألة يعني متوقعة بهذه الصورة. هذا العمل هو عبارة عن تمرد قوى عسكرية تتبع للقوات المسلحة، كان التمرد بقصف انقلاب على السلطة الحالية، وبدأت بأن يعني في البداية الهجوم على منزل أو على بيت الضيافة للرئيس باعتبار أنه يستلم الرئيس، وينسب قائد قوات الدعم السريع نائبا له. هذه هي الجريمة، وهذا هو أصل التمرد الذي حصل. وبالتالي إذا هذا ما كان إلا للقوات المسلحة أن تدافع عن صيانة وأمن هذا البلد من خطة موضوعة من جهة خارجية، هي استعمار، يعني هو ينفذ خطة للاستعمار. أنا لا أدري رجل هو قائد ثاني أو نائب رئيس مجلس السيادة كيف ينقلب على وضعه، يعني هذه إشكالية كبيرة جدا. أغري بواسطة جهات سياسية، والآن هذه الجهات السياسية تتباتى وتتحدث عن أنه من خلفه، ماذا أعرفه من خلفه. هذه جريمة محددة معروفة، انقلاب بصالح جهة محددة يدعمها فولكر العميل، تدعمها أنا بفتكر ما حدث هو فرصة كبيرة جدا للقوات المسلحة بالضرورة أن تحسم هذا التمرد لصالح ثغرة كبيرة جدا في المنظومة العسكرية وفي النظام العسكري السوداني، اللي هو أن هنالك قوة موازية للقوات المسلحة. وهذه يا أستاذ محمد، ألا تعتقد أنه يعني هذه المقاربة قد تفتح الباب أمام صراع طويل الأمد في السودان؟ يعني اليوم عندما تكون صراع طويل الأمد ولكن ينبغي أن يحسم. وبالتالي نفتكر القرار بتاع يعني حل هذه الميليشيا كان قرار صائب 100%، لأنه أصلا هذه الميليشيا تتبع للقوات المسلحة. والآن أنا لا أفهم لماذا هذا الجر السودان لهذه المعركة لصالح آخرين. هذا ولكن اليوم سيدي محمد أنا أود أن أفهم وجهة نظرك. اليوم في حالة الفوضى والاقتتال، ألا تخشى أن تنزلق الأمور إلى وضع أسوأ، ظهور يعني كما شفنا أو كما تبعنا في عدد كبير من الدول التي شهدت اقتتال داخلي، ظهور الإرهاب، ظهور طابور خامس، يعني عدم إمكانية الجيش في حال دخل أطراف أخرى لربما من احتواء الوضع؟ يعني اليوم في مشكلة قد يعني تواجه السودان على المدى البعيد، أتحدث هنا على المستوى العسكري. نعم أختي الكريمة، ده كله وارد. وأنا كباحث في الاستراتيجية والدراسات المستقبلية كنت بعتقد أنه واحد من أسوأ السيناريوهات في السودان أنه يتم يعني قتال بين قوات الدعم السريع وقوات القوات المسلحة، وبالفعل حصل هذا. هذا أسوأ السيناريوهات في السودان، وللأسف أنه حصل بخيانة يعني تنفيذ لإنقلاب، هذا الإنقلاب لصالح جهات محددة. ولذلك ما كان من يعني من بد إلا أن يتم حسم هذا الصراع بالقوة العسكرية ولتزال هذا التشوه العالق بالمنظومة العسكرية.
المنظومة العسكرية معروف القوات المسلحة السودانية منضبطة عندها تراتبية، ولكن أن يكون هنالك جسم عنده جسم سياسي، عنده علاقات خارجية، عنده أموال الشعب السوداني، عنده تضخم هذا الجسم حتى يكون موازي للقوات المسلحة. بالضرورة بتر هذا التمرد وبتر هذا القائد الذي يريد أن يدخل السودان في مشاكل، هو أصلا أدخل السودان في مشاكل وكان ينبغي حسمه منذ 19 ديسمبر. أنا أفتكر 19 ديسمبر كان ينبغي أن تحل قوات الدعم السريع حتى لا تشكل هذا التحديد في العملية السياسية السودانية. الآن هو يعمل لصالح آخرين، وبالتالي هو عميل، وبالتالي هو متمرد حسب القوانين، وبالتالي يجب أن يحسم. صحيح هنالك مسائل إنسانية وهنالك يعني أضرار وهنالك ده كله مفهوم، لكن هذا ليس يعني على حساب الوطن والوطنية.